حول التظاهرات في البصرة وذي قار ينضم معنا مراسلنا من ذي قار والبصرة حسن العربي ومصطفى الشمري. أبدأ بك حسن، يعني ذي قار بالفعل الشهر الماضي نقول 30 تظاهرة خرجت يعني تطالب بالتعيينات والخدمات، ودائما تقول وتنتقد أداء الحكومة بشقيها التشريعي والتنفيذي. هل زادت المطالب اليوم؟ في حقيقة الأمر، تحية طيبة لك زميلتي وللسادة المشاهدين. في حقيقة الأمر لم تسكت التظاهرات في ذي قار ولم تنقطع منذ عام 2019 إلى يومنا هذا. التظاهرات مستمرة سواء كان في جنبة الخدمات أو في جنبة المطالبة بتوفير الدرجات الوظيفية وفرص العمل. التظاهرات اشتدت حدتها في هذا العام وتحديدا في هذا الشهر بعد مطالبة المعتصمين الذين استمر اعتصامهم قرابة العام الكامل، مطالبتهم باستثناءهم ضمن الدرجات الوظيفية التي خصصها رئيس الوزراء العراقي إلى المحافظات العراقية، وكانت من ضمنها أيضا حصة لمحافظة ذي قار. تم استثناء أكثر من 4000 شخص من المتظاهرين، وبعد ذلك أيضا اعتصم الكثير من أبناء محافظة ذي قار من الخريجين العاطلين عن العمل للمطالبة بملحق لهذا الاستثناء. استمرت تظاهراتهم ليلا ومساء وأقاموا اعتصامهم أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار. في هذا اليوم وبعد يعني مللهم من الانتظار وبعد عدم الاستجابة السريعة من قبل الجهات المعنية، قاموا بإغلاق مبنى ديوان محافظة ذي قار ومنع الموظفين من الدخول لأداء عملهم، وبالتالي حدثت هنالك مصادمات بينهم وبين القوات الأمنية في المحافظة، أصيب من خلالها عدد من المتظاهرين، وتم استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، وفرقوا المتظاهرين الذين أكدوا أنهم سيعاودون اعتصامهم وسيعاودون الخطوات التصعيدية في يوم غد وبقية الأيام. نعم، أرجو أن تبقى معي حسن، أتجه إلى البصرة. مصطفى، يعني البصرة وذي قار تظاهرات في آن واحد، هل بعفل أنها نقول بالتزامن مقصودة؟ هناك من يطالبون بالتعيين وبسلم الرواتب. نعم، ربما مسألة التظاهرات خاصة في الفترة الأخيرة بالتزامن مع كافة المحافظات العراقية، هنالك موجة كبيرة من التظاهرات حصلت خصوصا في المحافظات الجنوبية. الجميع يخرج للمطالبة بحقوق مشروعة، وهذه الحقوق ربما من الصعب على الحكومة تنفيذها لغاية الآن. اليوم التظاهرات كما حصلت هو قطع للطريق المؤدي، قطع السيطرة الرئيسية لسيطرة الدخول بغداد وأيضا الخروج من مدينة البصرة. هي طريق السريع، السيطرة متواجدة في طريق السريع في مدخل وخروج هذه المنطقة من مدينة البصرة. بالنتيجة هذا القطع قد ابتدأ منذ الساعة 6 صباحا ولغاية الآن هنالك القطع مستمر. القطع والتظاهر اليوم هو للموظفين الذين هم يطالبون بتحسين سلم الرواتب. كما تعلمين زميلتي، الكل يطالب بإقرار موضوع سلم الرواتب من اليوم. عندما نتحدث عن بعض الدوائر الخدمية في البصرة هنالك مرتباتهم قد لا ترتفع فوق 200 ألف دينار كعام النظافة وباقي القطاعات الأخرى. عندما اليوم تظهر عامل النظافة ومبلغ مرتبه الشهري قد يصل إلى 200 ألف دينار، وهنالك من يستلم 150 ألف دينار. هذه المبالغ لا تسد حاجة هؤلاء الأشخاص ولا تسد حاجة عائلاتهم. بالنتيجة اليوم انفجروا ضد هذا القرار، وخاصة هنالك من يطالب السيد السوداني بأن يتحدث ويتقدم تجاه موضوع ويتحرك تجاه موضوع تعديل سلم الرواتب. اليوم ربما الشرارة ابتدأت من محافظة البصرة، وخصوصا عندما يصل الوضع إلى قطع الطريق المؤدي إلى بغداد من وإلى بغداد. بالنتيجة ربما في الأيام القادمة قد تتصاعد وتيرة التظاهرات، وربما قد تتأزم الأمور إلى أن تصل هنالك تصعيد كبير نحو غلق الحقول النفطية وغلق الموانئ. وربما هذه التظاهرات إذا استمرت دون استجابة ربما تعيد بنا إلى الأذهان ذاكرة عام 2018. لكن التظاهرات السابقة مصطفى، التظاهرات السابقة لم تسفر عن أي شيء لتحقيق مطالبهم. يعني اليوم قطعوا الطريق ذهابا وإيابا، وأيضا قاموا يعني أثناء الليل يقولوا أنه نصب خيام واعتصام أكثر، وهناك الآلاف من يتظاهرون. هل الساعات المقبلة ستكون أيضا تنفيذ لمطالبهم؟
يعني زميلتي كما تعلمين تنفيذ المطالب هو ليس بقرار حكومة محلية، تنفيذ المطالب هو قرار اتحادي، وعلى الحكومة الاتحادية أن تعي مطالب المتظاهرين. ربما اليوم الشرارة قد ابتدأت من محافظة البصرة بقطع الطريق المؤدي إلى مدينة البصرة، ربما في الأيام القادمة ربما سوف تنتقل الشرارة إلى باقي المحافظات إذا اتحدت المحافظات الجنوبية والشمالية وحتى محافظات الوسط تجاه موضوع هذا القرار وتجاه موضوع تمرير قرار سلم الرواتب. أنا أعتقد وبحسب مراقبون ربما إذا هنالك ورقة ضغط قوية على الحكومة العراقية، ربما إذا شاهدت الحكومة العراقية حجم التظاهرات وكمية التظاهرات سوف تتجه إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء ويتم مناقشة هذه التظاهرات. بالنتيجة اليوم نحن لا نريد أن تصل الأمور إلى أمور تصعيدية كبرى وأمور خطيرة قد تصل إلى صدامات ما بين المتظاهرين، وما حصل اليوم أيضا حصل صدامات ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين، قد تم تفريقهم بخراطيم المياه وبالمياه الساخنة، وهذا أيضا يعتبر انتهاكا كبيرا لحقوق المتظاهرين. بين فترة وأخرى نلاحظ ذلك انتهاك ما بين نعم هنالك انتهاك على المتظاهرين، فنحن نتمنى بأن لا تصل هذه المشاكل إلى مرحلة الصدامات. أيضا زميلتي عذرا على الإطالة، نعم. هنالك تظاهرة أخرى في مركز مدينة البصرة وأيضا تحدثنا عنه، هو هنالك ما يقارب أكثر من 17 يوم من قبل خريجي المجموعة الهندسية والتربوية لغاية الآن مضي على اعتصامهم أمام مبنى مجلس محافظة البصرة، نعم. ما يقارب 17 يوم هؤلاء المعتصمين أمام مبنى المحافظة لم يقوموا بأي تصعيد في هذا المكان، ولكن ما جعل بالقوات الأمنية قوات حفظ النظام ضربهم بالهراوات وقمعهم واعتقالهم، وما حصل هو اليوم ربما يعد انتهاكا كبيرا لحقوق الإنسان. مكتب حقوق الإنسان قد أصدر بيان تجاه موضوع هذه الانتهاكات، وأيضا بعد ساعات قليلة أصدر مكتب السيد المحافظ بتشكيل لجنة مشكلة من قبل السيد حسن النجار بمتابعة مجريات الحادثة التي حصلت، لماذا تم الاعتداء على المتظاهرين، لماذا تم الاعتداء على أيضا على القوات الأمنية، وأيضا هنالك مخاوف من أن يخرج الشارع تجاه موضوع مجلس المحافظة ويطالبون بحل مجلس المحافظة في حال استمرت الانتهاكات أمام مجلس المحافظة. بالنتيجة اليوم المتظاهر لديه نعم. مصطفى، نتمنى أيضا من الحكومة المحلية والمحافظة بأخذ عين الاعتبار بالنسبة إلى سلم الرواتب وبالنسبة إلى المطالبات بالتعيين. مصطفى الشمري من البصرة، شكرا جزيلا لك، وحسن العربي أيضا من ذي قار.